وللحديث عن الموضوع معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. مرحبا بك معنا سيد نظير. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. قصف جديد كما تلاحظ استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، ألم يعرف الفاعل إلى الآن؟ وما الغاية من استمرار هذه العمليات في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هذا القصف اللي طال المنطقة الخضراء وبالذات هو يعني المستهدف، والرسالة إذا جاز التعبير رسالة صاروخية، هي السفارة الأمريكية والتواجد الأمريكي في هذه المنطقة. ويعني من الواضح أن هذه الضربة هي لها علاقة وثيقة بالضربة اللي صارت في أربيل والضربة الأخرى على قاعدة بلد الجوية، وأعتقد أن هذه هي رسائل إيرانية للجانب الأمريكي عبر حلفائها وميليشياتها في العراق، وهي تحاول يعني من خلال هذه الضربات جس النبض الأمريكي ومعرفة حدود ردود الفعل التي ربما يقوم بها، وكأنما هي يعني تحاول استغلال أن الإدارة الأمريكية حاليا لديها ملفات أخرى وليس لها تفرغ كامل لهذا الموضوع، أو أنه استغلال لرغبة الإدارة الأمريكية بإيجاد حل للملف النووي. لذلك هي تصعد هذه الضربات لكي تصعد من مواقفها التفاوضية وأوراقها التفاوضية وتحسن موقفها، يعني هذا الهدف من هذه الضربات. نعم. طيب، في ذات الأمر هناك تحركات مستمرة وتعزيزات لميليشيات الحشد تصل إلى قضاء سنجار في نينوى، كيف تقرأ هذه الخطوة في ظل التوتر المتصاعد نتيجة نشاط البيكاكا؟ يعني كما تعلم أخي الكريم أن هذه المدينة يعني مهمة جدا بالنسبة لإيران، لأنها هي تفكر بالمستقبل أن هذه المنطقة سيمر من خلالها الطريق الاستراتيجي الذي يربط إيران بسوريا ومرورا إلى يعني لبنان ثم البحر الأبيض عبر العراق. لذلك هي لا تريد أن يكون هناك تواجد يعني القوات الحكومية، ولا تريد لهذا الاتفاق ما بين الحكومة والبيشمركة أن يتم، وتحاول تعزيز تواجد أتباعها هناك. لكن الأمر ربما يعني هذه المرة سيكون مختلفا، فالتهديد التركي تهديد جدي وحقيقي، ولربما يتم يعني الاستفادة من الرفض الدولي، يعني سواء من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الدول أوروبا للضربات التي طالت أربيل. والآن هناك نية أخي الكريم لتدويل التحقيقات المتعلقة في هذه الضربات، وكما قال بعض الساسة الكرد إن هناك نية جديدة لمحاولة تشكيل تحالف دولي لمحاربة الميليشيات، كما كان هناك تحالف دولي لمحاربة داعش. وبالتالي سيكون هناك تحالف دولي يمكن من خلال تركيا أن تكون يعني في ضربها لحزب الفككة المتحالف مع الميليشيات، سيكون تحت غطاء دولي، لا سيما وأن تركيا هي بالأصل جزء من حلف الناتو. نعم. لكن ألا تنسف تحركات الميليشيات الاتفاقات التي تحدثت عنها الحكومة لبسط السيطرة على القضاء؟ كيف يمكن تفسير هذا التناقض بين الموقف الحكومي المقدم لتركيا حول حزب العمال وبين تعاون الميليشيات مع البيكاكا؟ يعني حقيقة يجب أن نفرق ما بين أنه الملف الأمني ما بين الحكومة العراقية وما بين الميليشيات المنتشرة في العراق. يعني أنا في رأيي ورأي كثير من المراقبين للشأن العراقي أن الحكومة ليست لديها سيطرة كاملة على الملف الأمني في يعني في العراق، والملف الأمني حقيقة أمره هو بيد هذه الميليشيات والعناصر الموالية لإيران، هي المتحكمة الحقيقية فيها. لذلك هذا الاتفاق الذي كان ما بين حكومة الكاظمي ويعني البارزاني أو البيشمركة لن تسمح له هذه الميليشيات بأن يتم. ويعني كما عرفنا أنه خلال هذه الفترة هناك
تعزيزات يعني ميليشياوية لهذه المنطقة وزيادة قواتها هناك. وهناك تصريحات للخزعلي ولل يعني رئيس كتائب حزب الله بالانتقام وبالتصدي للقوات التركية كما يقولون، وهناك دلالة واضحة بأنهم يحاولون تنفيذ الأجندة الإيرانية في هذه المنطقة. نعم. طيب، في سياق ذي صلة، موقع دوتش فيلي قال إن المهمة الأساسية لقوات الناتو في العراق هي ضرب الجماعات المارقة، في إشارة للميليشيات. إلى أي مدى ترى هذا قريب من الواقع؟ يعني هذه إشارة مهمة جدا، ويتوافق مع التصريحات التي ذكرتها قبل قليل. نعم. التي صدرت من ساسة أكراد بأن هناك نية لتدويل قضية الهجمات الصاروخية التي طالت أربيل والتي تطال يعني المنطقة الخضراء وغيرها من المناطق، بحيث أن يكون لها بعد دولي، وتذهب هذه التحقيقات إلى مجلس الأمن، وبالتالي لربما يصدر مجلس الأمن إيعاز بتشكيل تحالف لمحاربة هذه الميليشيات. وأكثر قوة جاهزة لهذا الأمر هي قوات الناتو، حلف الشمال الأطلسي. نعم. لتشكيل هذا التحالف، بدليل أن قواتهم سترتفع، يرتفع عددها من 500 مقاتل إلى 4000 مقاتل، وهذا يدل على أنهم لهم نية في هذا الموضوع. يعني نية في محاولة يعني قرار دولي أو شبه قرار دولي في تحجيم هذه الميليشيات؟ نعم، كما تعلم أخي الكريم، الولايات المتحدة ودول أوروبا لا يمكنها أن تحارب يعني أو تدخل معارك عسكرية إلا تحت غطاء دولي. ومن هذا الغطاء ربما سيكون تشكيل تحالف، كما الحال لتشكيل تحالف ضد داعش، ربما يكون هناك تحالف لتشكيل تحالف جديد ضد هذه العصابات المارقة التي أشاروا لها. وأضافوا بأن قوات الناتو سيكون لها مهام أمنية وليس فقط مهام عسكرية ضد داعش. المهام الأمنية معناها سيكون لها دور في استتباب الأمن في المدن العراقية، وهذا ما يرجح النظرية التي تقول بأن الدول الكبرى في طريقها لتشكيل تحالف دولي ضد هذه الميليشيات. وهي أيضا رسالة قوية لتحجيم النفوذ الإيراني سواء بالعراق أو في باقي البلدان التي تتمتع فيها بنفوذ كبير عبر هذه الميليشيات والمجاميع المسلحة غير الشرعية. الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.